طب انا هو مش عارفه هينفع ولا لا، بس انت ممكن تورينا هنا مثلا؟ اوكي مفيش اي مشكله. هل ممكن يا جماعه كابتن محمد يورينا كده التمرين قدامنا لايف؟ يلا يا فندم، ولو عايز تاخد كريم برضو. لا هو لو حابه انت تشاركي المره دي اتفضلي. لا هو يا ريت. هو مش بسيط، هو مش صعب. انا ليا فضيحه سابقه بعدها. هو بسيط جدا مش صعب. الفكره ان بيبقى بدايته كده، في خط ورا وخط قدام بيبقى هنا. تمام. لازم اضم كده واقوم اقف. طب احنا ممكن نعكس عشان الناس تشوف يعني، بس حضرتك يعني اعكس وشي كده؟ يعني وش مفيش اي مشكله يعني. انا لازم ابقى واقف كده اهو، بنزل الوضع البدائي بتاعي كده. تمام. لازم وفجأة اضم اوكي اضم كده واقف. ودي بقى تتكرر انت خلال دقيقه. بس الفكره ان ده بوزن اللي هو كده اهو، من غير وزن مفيش دي رقم اساسا. هو الشنطه اللي انت شايلها على ظهرك بالظبط كده. اوكي، فده بيصعب المهمه يعني. لا احنا من غير وزن اساسا الموضوع هيبقى صعب جدا. اجيب 47 عده في دقيقه. 47 في دقيقه؟ ده من غير وزن. من غير وزن. وبوزن؟ لا على حسب بقى، كل وزن وليه عده. انت دخلت الموسوعه بوزن كام؟ اول واحد كان 60 رطل اللي هو 60 اي بي، ده اللي انا جبت فيه 24 عده. الثاني اتصور فتره كورونا، ما كانش في حد بيتمرن غير يا دوب تمارين خفيفه كده كارديو، كنا بقالنا تقريبا اكتر من شهرين. فالرقم ده كنا ناويين نصوره ثاني ان شاء الله باذن الله نعيده ثاني، ان احنا كنا بنجيب 25 عده. فصدفت معانا اثناء التصوير ان احنا جبنا بتاع ده 18 عده، واتخصمت منهم عده بقوا 17 بسبب انحناء بسيط في مفصل الركبه. اوكي. وال 40 اي بي كنا جايبين فيه 27 عده، اترفض بسبب انحناء بسيط في الظهر. لازم تبقى واقف ستريت. طب كابتن محمد انا عايز اسالك حاجه بصراحه، يعني بتتكلم في وزن، بتتكلم في تمرين برضو، يعني انت محتاج قوه عضليه وبرضو عضلات الرجل. وحضرتك رفيع يعني. هقول لحضرتك يعني برضو ما. خلينا نفهم. الفكره ان انا يوم ما كنت بتمرن على الرقم ده انا كنت قبلها بروح الجيم. وفي حاجه تاني، في حاجه بتقول لك تمارين التحمل، العضله بتاعه تمارين التحمل المقطع العضلي بتاعها بيبقى اصغر من تمارين السرعه. يعني مثلا تلاقي العداء اللي بيجري 100 متر تلاقي عنده عضلات. لا اللي بيجري الماراثون ما عندوش عضلات اساسا. صح. صحيح. صح.